تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لضمان وصول فيديوهاتنا لكم. معكم القناة ديال شهوات أم بايا. اليوم غادي نقدم لكم واحد الحلوة اللي تتجي زوينة وتتجي هشيشة وتتخرج واحد الكمية كثيرة. اللي غادي نحتاجو فيها واحد زبدة لابريري 250 غرام، غادي نحتاجو ثلاثة الكيسان ديال الزيت، ثلاثة الكيسان سنيدة، ثلاثة البيضات، ثلاثة الكيسان الكوك، ثلاثة الخمارات، ثلاثة الفانيات، شوية ديال الملحة، طحين على حسب الخليط. غادي نحتاجو الكوك وسنيدة مخلطين للتزيين، ونحتاجو هاد الطابع هذا اللي تيكون هذا ولا الطابع ديال البطاطا. بغينا نبداو في العجينة. درنا الزبدة، نديرو سنيدة، شويه ديال الملحه، نبداو نخلطو. البيض الطحين، نديرو الخمارات، جمعنا العجينه تتولي لنا بحال هكا، تتكون رطبه. المهم اللي بقى لنا من كيلو ديال الطحين، بقى لنا شويه. مسالينا الطاو كامله، غادي نديرو الطابع في الكوكو ثاني باش ما يلصقش لينا، وغادي نطبعوها. نبداو نطبعوها كامله صافي. منين نساليوها غادي ندخلوها للفران اللي تيكون منقوص في الطاطيب ان شاء الله. ونتلاقاو. خرجناها من الفران، ها نتوما شوفوا الشكل ديالها كي تيجي، وراه تجي كميه تبارك الله كثيره. تنتمنى تعجبكم بالصحه والراحه.